بالنسبه للمنتخب ديالنا ومع الناخب الجديد واحد القضيه خصنا ناخذوا بها الاعتبار، هو ان السيد يلا جا عنده واحد نعطيه واحد الصلاحيه ان يدير له شوا ديالو، عيط على هذا وهذا وكذا. ولكن بالنسبه للنقطه اللي قلتي ديال اللاعب المحلي باستثناء مثلا ذاك المجهود اللي دار البارح سواء في الميليو تيران في ريكوبيراسيون في لوفونسيف وليد الكرتي، كتبقى ان العنصر حساب التاريخ رجعنا للتاريخ ديال الكره المغربيه، ان العنصر ديال البطوله الوطنيه هو في حد ذاته محفز، وفي حد ذاته محفز، يعني ضروري خص يكون ذاك الميلونج بين هنا وهنا وهنا. وهنا بليس واحد القضيه ملي كتغير البطوله الوطنيه كتغير الدراري، ما كتعطيهمش فرصه باش يحترفوا اير، معنى النيفو ديال المنتخب كيبقى دائما لتحت. وهذا لا يمنع من الناس اللي كنعيطوا لهم من برا، راه حتى هما وطنيين وحتى هما مغاربه وكذا، ولكن اللي قام بحال دابا ملي كتبغي تنصب، حنا دابا حنا مغاربه ناخذوا الفكره ببساطه، ملي كتبغي تنصب واش كدير الملح بحدا كافيه؟ ضروري خص شويه بزيرات شويه كذا باش تطلع ديك سميتو. هذا هو العيب ديال المنتخب ديالنا، ضروري من ديك التخليطه ديال اللي قام باش يكون سميتو. بالنسبه للماتش الاول كان دون المستوى، ولكن نعذرو حيت الماتش الاول ديالو باقي ما تعرفش على التشكيله وباقي ما تعرفش على اللعابه. بالنسبه للعابه ديال المحليين كانوا في المستوى، تيبانوا ليا بانوا بمظهر مزيان وكانوا في المستوى. بالنسبه للمنتخب انا كنظن مزيان التشكيله اللي كانت سابقه كامله. انا على رايي المتواضع ان شاء الله تنظن يكون راي اغلب الجمهور، هذوك اللعابه اللي كانوا واحد تقريبا واحد 9 ولا 10 لعبه كانوا في النهايه ديال الكارير ديالهم، كانوا يخليو هذوك الشباب اللي كانوا باقين في المجموعه نيت اللي كانت ويزيدوا عليهم هادو اللي كاينين، مثلا بحال اللاعب المحلي البارح بان عن علو الكعب كباع الدين اللي كنتمنى له الشفاء العاجل بالمناسبه، والكارتي تبارك الله على سميتو، كان 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 من النقاط اللي من بين النقاط اللي كانت مضيئه في المقابله. ووليد الكرتي هذا راه بلاصتو كاينه بزاف تما، ذاك اللاعب تبارك الله كيمتاز بجميع المهارات، فيما حطيتي تبارك الله كتلقاه كاين، وكنتمناو التوفيق ان شاء الله لجميع اللاعبين الاخرين، ونتمنى الجامعه الملكيه توقف وتشوف اللاعبين، كاينين لاعبين كاينين في البلاد عندنا احسن من اللي كاينين على برا، والله هادشي اللي كاين هذا هو المعقول. نتمناو والله ان شاء الله نشوفوا منهم الجميل والمزيد ان شاء الله، والابداعات الجميله وماتشات يدوزوا ان شاء الله مزيانين. وبالنسبه للمنتخب الوطني المغربي تبارك الله الدراري ديال المحليين راه تبارك الله راه قايمين بالواجب ديالهم، وكيبين لنا بان الدراري ديال المنتخب بانهم قايمين بالواجب ديالهم، هو النتيجه ديال البارح شفناها بواحد الزيرو. وزيدون على ذلك تبارك الله الدراري داروا ان بون ماتش، كاين واحد ديسبري ديال ليكيب، والحمد لله نتمنوا يكون اكثر من هنا لقدام ان شاء الله. بالنسبه للتشكيله اللي داير المدرب تبارك الله راه عرف كيفاش ينسجم اللعابه، والحمد لله راه قدر يكون واحد الفرقه اللي هي متميزه وعاطيه الحمد لله، وشفنا النتيجه البارح الحمد لله وتبارك الله، ونتمنوا لهم ان شاء الله مسيره طويله.